يا الجيران قال لي بطرك جا الطرش بقى كي ما قلبوا لا اللي كاين الداخل ما دقوا ما سولوا ما والو بداو بالباب ديال برا ديال الكراج تكا عليه وجا وكيردم ودابا مشى ليا كل شيء انا بقيت الله غالب دابا انا كنخمم في الرزق ديال عباد الله اللي عطيني الحواله ديالهم كي كاش غنقول ليهم من نهاري غادي نصبح كنطلب من نهاري ما علماتنا ما عندنا اشعار ما جات تتفاجئنا تتفاجئنا واش هذه 13 عام ولا وحنا وانا هنايا حتى 2022 عاد جات هاد الحاله هذه ما فهمتش انا بقى فيا غير الحياه ومسك اللي تردموا بولادهم بكل شيء والغنم مشات الدري عنده كانت قاتلوا مع الوليدات. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد البقعه اللي خديت من عندي تقريبا هذه من 2008 تقاتلت عليها رجعت فيها كريديات باش قلنا زعما نتعاونوا على الزمن وعلى الوليدات. انا الوحيد اللي كنت هنايا خديت رخصة من الجامعه خديت رخصه من عندهم باش دخلت الماء دخلت الضوء باش بنيت هاد الحيط. مي كانوا جوج ديال القياد مشاو ما بقاش وما كان حتى شي يدور نهائيا. انا الوحيد بنيت عطاني الرخصه ديال الماء عطاني الرخصه ديال الضوء دخلت بها دابا كنتعانوا هادشي عندي قديم ها هو كيدير البني عطاك الخبر كل شيء قديم. حتى كيعلموني اليوم كيعلموني الجيران بان قالك راه كيريبوا لك مع 8 لاروب ملي كنجي كنلقى كل شيء مشى ليا الخرفان غير ديال العائله ما كنوجدوا على ما العيد كبير كل واحد عاطي تقريبا 24 حولي وزيدي عليها 6 الخرفان بوليداتهم. جيت اردموا لي على القنيه بولادها بالدجاج كل شيء مات والاخرين كل شيء هربوا فين ما كنسول كيقول لك راه مشاو من هنا دازوا من هنا كل شيء داز من هنايا. وعندي رخصه ديالي باش 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 دورت الحيوط دوزت كل شيء البلان من خديت الرخصه من الجامعه ومن عند المقاطعه نيت عطاوني ريضه الماء عطيكم ما كانش داك الوثائق والرخص راه ما غيدخل ليا لا ضو لا ما الضو راه ريباتو شوك الضو كي دارت ليه قطعت الكابلي من فوق من الكابلي والماء كان لتحت ما فهمتش انا السيده اش بغات عندنا ما فهمتش. واقسم له بالله العظيم دابا الكريدي باقي كان 60000 درهم هذه غير واخد من عند الامانه وموافى السلف خلي الكرديات الاولين باش خلصت البقعة في 2008 هذيك ما نهضروش عليها تقاتلت عليها وجوعت ولادي وجوعت راسي ودابا مشى ليا كل شيء انا بقيت الله غالب. ويسولوا الجيران او انا ما كاين حتى واحد كان قدامي انا الواحد اللي كنت هنا وكنت باني الحيوط ديالي وكل شيء. كيفاش دايره النفسيه ديالك دابا؟ والنفسيه اخويا راني تهلكت الله يستر وصافي الله يستر سيدي راه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم راه لا فطور لا غدا وتا العشاء ما غنتعشاش راه لا حول ولا قوة إلا دابا أنا كنخمم في الرزق ديال عباد الله اللي عطيني الحوالة ديالهم كاش غنقول ليهم من نهاري غادي نصبح كنطلب من نهاري. لا ماشي ديالي عندي أنا داك الستة ديال النعجات ووليداتهم مال الاخرين دابا خصني باش كيفاش نمشي نتقاتل باش ندير كريدي اخر ما غيعطيونيش باش نعوض لذاك الناس ديالهم وفين غنديرهم دابا راه هذا هو المشكل. يعني انت كنتي كتولى التربيه ديالهم؟ ايه راه من طبيعه الحال. واخا هاد السيده ما علماتكم ما والو؟ ما علماتنا ما عندنا اشعار ما جات تتفاجئنا واش هذه 13 عام ولا وحنا وانا هنايا حتى 2022 عاد جات هاد الحاله هذه ما فهمتش انا بقى فيا غير الحياه ومسك اللي تردموا بولادهم بكل شيء والغنم مشات الدري عنده كان تقاتلوا مع الوليدات قريناهم الدري عنده الماستر باقي جالس البنت هي عندها ديبلوم اجازه في ليستيا جالسه البنت الاخرى كدير داك الشيء كنخلص عليها ب 1000 درهم داك الشيء ديال لي زانفيرمي كي غندير منين غنجيب هادشي منين غادي نجيب وماشي الظلم راه اكثر من الظلم ورانا كثرت ولا على الاقل جيب حكم مرحبا عند يكون بحث عند سيد وكيل الملك مرحبا
حنا مع القانون. لذا قلنا حنا موجودين مرحبا، تصيفط لي استدعاء تقول لي اشنو درتي، درتي شي مخالفه، كاين المحاكم، كاين القانون، نخلصوا مخالفه، نحيدوا هذه كاع، اذا كنت كنكذب يحيدوها نهائيا، ما عندي ما ندير بها. لا ماشي قانوني. ومع 8 الا ربع ديال الصباح اجاب الله ما بتناش البارح تما، مرا مشكله، مرا كنت تردمنا معاهم، مرا شتي الحويجات كلشي لهيه، الناموسيه، الطوابل، علاش كان ناكل وكلشي مشى، كلشي تردم، البوطات، الضو، هبطوا البوط والكابلي ديال المكنه، ردموا المكنه ديال الضو، وعاد مصيفطه ليا مصيفطه رضا، سيروا حيدوا، سيروا حيدوا المكنه، ورا ما خليتهمش. كيفاش تلقيتي الخبر؟ صيفط لي واحد السيد هنا جاري، قال لي ودي رجلي راه كيريبوا لك في التراكس. جيت كنجري كنلقى هاد الفضيحه هادي هنا، هاد صافي، انا تشوكيت، ما بقى صافي، راه وقفت، الله يستر وصافي. قالوا لي الجيران، قال لي بطراك جا الطراكس، وبقى ما قلبوا اللي كاين داخل، ما دقوا، ما سولوا، ما والو، بداو بالباب ديال برا ديال الكراج تكا عليه، وجا كيردم، جا كيردم، راك شتي الحيوانات اللي ميتي ليه، باقوني اياها الدجاج والاخرين كلشي هرب، الكلام ساكره مخبيين ليه لداخل. كيفاش كان الشعور ديالك ملي شفتي هاد الضيعه تردمات؟ هو تردمت، انا تردمت، حسيت ما بقيت كنشوف والو، راه ترفعت، ما بقيت كنشوف والو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشينا للقروض الصغرى، ديرنا سلا باش زعما نتعاونوا على الزمان، باش ما نمدو يدينا شي واحد، ولا نبقاو هذاك باش نكبروا الوليدات في العز. شحال كتقدر الخسائر كاملة؟ إوا اش أقول، خسائر تقريبا راه شي ما اش نمد لك شي 8000 درهم ولا. يعني وهاد البلاصة هادي ملكية ديالكم؟ هادي ملكية ديالي، بوريقاتي، بالرخصة، ها هو البلان، باش البلان ديال الأرض، باش قدينا من عند مهندس الدولة، ووريقات ديالي كلشي ناضين. وكيفاش شريتوا هاد الأرض أول مرة؟ شريتها ب 2008. أنا الواحد اللي كنت هنا مشيت خطيت الرخصة ديالي، صيفطت وريقاتي، قاديت شغلي كلشي، وحوطها بالحيط، صيفطت الباب ديال الكارج، ملي كندخل وهادشي كلشي قديم، راه شتي البني كيداير كلشي قديم. نجيبو خبير، إلا قال لك هادشي عاد تمنا، أنا نتعاقب. داكشي باش ما باش ما باش باش ما حكمو عليا، أنا قابلو. ونسولو راه جيران شاهدين، كلشي شاهد. أول واحد هو أنا 2008، وهاد الدور اللي عاد دارها هو هنايا، يلاه عاد جاو، نجيبو العقد. يكون بحث من وزارة الداخلية، تجي من العمل يدوزو على العقود ديال العباد اللي شاريين، وقتاش بناو. وشوفوني انا وقتاش بنيت، وانا مدور غير المحوط على الحيط، وداير كويريات لداخل، باش كنتعاونوا على الزمان مع الوليدات. فانت الان باش كطالب؟ وكنطالب، كنطالب صاحب الجلاله الله ينصرو، الله يخليه لينا، وزير الداخليه، وسي الحموشي، الله يطولنا في عمرو، لان رجل معقول وما كيبغيش الظلم. كنطالبهم يشوفوا من يشوفوا من هاد الحاله هادي، فهاد الوضعيه هادي اللي ردوني فيها. دابا من نهاري، انا من نهاري لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ملي غنخلص هاد الكريدي ديال الجمعيات، ملي غندخل هاد القروض الصغيره اللي خديت، كي غادي ندير؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.